نؤجل نحن أبناء نادي الزمالك من الرياضيين والعاملين لمجال النشاط الرياضي لضرورة الحفاظ على مسيرة النادي الزمالك الناجحة في قيادة الأستاذ سلطان منصور التي شملت إجازات متعددة على كل من النشاط الرياضي والنشاط الاجتماعي والنشاط الثقافي، وكذلك الإجازات التي تحققت في مجال إنشاءات النادي التي شهدت ثورة إنشائية كما نؤكد على احترامنا لرموز النادي اكراما لتاريخ نادينا العريق، ونؤيد وندعم كل ما يقوم به المستشار دكتور منصور بمجهودات ادت الى تحقيق النادي العديد من البطولات على كل من المستوى المحلي والعربي والافريقي، ونناشد كل الشرفاء والمخلصين لنادينا الحبيب ومساندات النادي ضد محاولات ابعاد النادي عن تحقيق المزيد من الانجازات الرياضيه والاجتماعيه، كما نناشد الاعلام الجماهيري بان يوضح حقائق الامور بكل شفافيه ومصداقيه فيما يرتبط بعرض الاحداث التي تخص نادينا الحبيب، كما نرفض نحن الرياضيون ما قام به احمد حسام من تصرفات واقوال غير لائقه في حق نادي الزمالك الحبيب ورئيسه المستشار مرتضى الذي نقيم له كل التقدير والاحترام، وكذلك نستنكر كل ما تداوله صاحبة الوطن بحق رئيس مجلس اداره النادي المستشار دكتور منصور الذي لا يوفر جهدا في تحقيق مسيره النادي التربويه والرياضيه والاجتماعيه. فريق كره ده لوحده مع فريقته، كل واحد مع الفريق بتاعه، وفريق الكوره معاه هيسافروا ماشي لجاي على افريقيا على كاميرون، وكوره بعدنا خالص عن المهاترات دي. والنهارده الوزير ان شاء الله هيقف مع نادي الزمالك اكيد، لان مش هيسيب نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك افريقيا ودوليا انه يقع او يحصل له مشاكل. كل اللعيبه اللي تبنى على نفس كل الحاجات دي كلها تبنى عليها الاجهزه كلها تبنى.